السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غنجيب لكم وصفه ماشي بالترموميكس. هذه شرموله ديال الدجاج تجي زوينه في الفران. المقادير غتلقاوها في اكزاكتومون في صندوق الوصف. هنايا درت الثومه غبره، الابزار، دونك نص معلقه نص معلقه. هي الخرقوم باش تحل ليا، دونك درت معلقه عامره ديال الخرقوم، هنا هي شويه ديال الملحه، سكينجبير، معلقه ديال القرفه. هنايا قلت لا صافي خصني نبقى ناخذ معلقه. هنايا نص معلقه ديال القرفه. هنايا عندي الربيع غبره، البيرسيل، البيرسيل مجفف ساش، البيرسيل ساش. هنايا السويسه بلديه، هذا الماء اللي حطيت فيه الزعفران الشعره باش يطلق اللون ديالو، غنزيدو على على لي زوتغ زيبيس. هنايا ضما ديال السمن، كما تعرفوني على شفتو الفيديوهات ديالي انا السمن ضروري عندي، دونك هنايا شويه ديال هذاك ضما ديال السمن، منا ديال السمن. هنايا جوج معالق كبار ديال العسل، دونك نتي نذكر من المقادير، فيها الثومه غبره، الخرقوم، سكينجبير، ضامة ديال السمن، الزعفران شعرة كم كان في الماء، في نص كاس ديال الماء، العسل، والقرفه. هادو هما المقادير ديال غندير هنايا الفخيطات ديال الدجاج، حتى تجي بنينه بنينه. انا ما كانش عندي البصله، ما درتش البصله فاش دخلته من الفران، وجاو بنين بلا بصله وجاو بنين. مي نتوما اللي عندكم بصله ديروا البصله، شلضوها وديروها هي الاولانيه في شي بيغيكس، وعاد ديروا الفخيضات اللي شرملتوهم بالشرميله اللي درتو. هنا تنحاول ندخل الشرموله للدجاج، وكنتوما لا حاولتوا بحال دابا خليهم شي ساعه قبل هكاك، قبل ما تدخلوهم يطيبوا باش يشربوا ديك الشرموله مزيان. انا تنحاول نحيد ديك الجلده انا بطال داخل باش ندخل فيها. ابغي تنشد موس وتنفلح الفخيطات باش الشرموله تدخل. هنايا ساليتها هي دخلتهم من الفران، ندوزو للوصفة الثانية اللي هي ماكارون بالنوازيت. دونك غنبداو نطلعو البيض، البيض دونك تنحاولو يتفيكس هداك مزيان، باسكو لما حاولتوش تفيكسيهم مزيان هداك لو فوي
تقدر ما يبقى يلعب ما يطلعش البيض البيض مزيان، دونك تحاولوا تشوفوا انه فريمون ملاصق مزيان. دونك هنايا درت البيض. بالنسبه للمقادير كيف العاده راه تلقاهم في صندوق الوصف. هنايا واحد شويه الملحه ونسدو عليهم نخليوه باش يطلع. دونك انا هاد الوصفه هادي راه كاينه في كوكيدو، اللي عليكم غير تتبعوا لي زيتاب بسويفون سويفون. دونك هي بدا يطلع البيض البيض وطلع صافي كاع طلع، ها هو ما تيهبط ما والو وهو واقف. دونك هنايا نحبسو. دونك هنا غنبداو نزيدو في السكر بشويه بشويه، 100 غرام دو سكر بشويه بشويه تنزيدو على البيض البيض. يلا الطريقه العاديه دابا طلع باش تطلعوا البيض البيض، كتبقى ديروا بشويه بشويه تزيدوا السكر سنيده. هنايا نحاول نحيدو الفوي، دونك الا بغينا نضربو على لوبول تنحيدو لوبول من لا ماشين باش البالونس ما يخسرش. دونك تشوفوني ديما الا بغيت نضرب ولا بغيت نحيد شي حاجه من لا سباتول تنحيد لوبول وتنضرب خارج لا ماشين. دونك هنايا غناخد شي بول باش نحيد فيه هذاك البيض. نحاول نحيد كل شيء. مكرهتش تكتبوا لي في لي كومونتير شنو اللي عجبكم شنو ما عجبكمش باش نزيدو نطور من لي فيديو ديالي. كما تتشوفوا يلا مبتدئه، دونك الا عندكم دي كومونتير مرحبا كتبوها لي في لي كومونتير، وما تنساو تشجعوني باللايك والبارطاج. دونك هنايا غندير النوازيت شوكولا نوار، هنايا كان عندي غير لي بيبيت دو شوكولا. دونك غادي تطحن النوازيت مع الشوكولا باش يولي لنا غبرة بودغ زعما. دونك هو تطحل لينا دونك مهرمش ماشي فريمون بودغ. دونك هنايا تنحاول الشناب نبطو لتحت باش مبقا حتى حاجة لاصقة لينا. دونك انا غادي نجيبو داك البيض اللي طلعناه
ونزيدو على البيض البيض. هاتي ساهل لينا هاد لي ماكارون، زعما ما فيهمش زعما بزاف، ماشي بحال لي ماكارون الاخرين اللي صعاب، اللي خصك لا طومبيراتور دو لا بياس، وخصك بزاف الحوايج خصك ضروري تتبعهم باش ينجح لك لو ماكارون. هذا نو، هذا عادي. دونك انايا من الفوق لتحت تنخلط باش البيض ديالنا ما يتهرش، دونك تنديرو من الفوق لتحت. هادي تيجي بنين، داك لو غو ديال النوازيت مع الشوكولا غزال، جا بنين بزاف وما فيهش بزاف ديال المجهود. انتو شتو طلعوا البيض، الا ما عندكمش تيرموميكس ممكن لكم ديروه بلاش. دونك طلعوا البيض البيض وتهرمشوا النوازيت مع الشوكولا صافي. دونك هنايا انتو درتهم في الطاوه، وهم بعد فاش طابوا جاو بنان، ولا جربتوهم كتبوا لي في الكومونتير كي جاوكم. دابا ندوزو لا روسيت، دوزيام روسيت. دونك اللي هي بات اتارتيني فيها شوكو نوازيت. هنايا غندير هذاك ابليشور باش نقي لي نوازيت. دونك عبرتهم 130 غرام، ومن بعد غنخرج من المود دو بالانس وغنمشي بليشور. هنايا غنقص، غندير غير 3 مينوت ونخليه ينقي. هنايا درت غير 3 مينوت باش نشوف واش نقا ولا لا، سينو نزيد. هنايا شوف هذاك الشيء اللي بغيت صافي بارك علي، سينو لا لازت كثر غينقص من لي نوازيت، وما بغيناش هذا الشيء. دونك ها هي لي نوازيت نقيتهم. دونك هذاك الشيء اللي نقى راه بقى لتحت، ها هو. انا غنمشي نديرو لا غوسيت ديال اللي هي باتا تارتيني. تا هي فيت في سهله مهله، فاطمة نبقاو نشريو ديك نوتيلا ما تنعرفوش شنو فيها، وماشي صحيه، ماشي ما تنعرفوش شنو المكونات ديالها. دونك انا تتعرفي هادي تديريها لراسك، تتعرفي شنو درتي. سير ماشي بور توجور، هادشي اللي لنا شويه فيه لي كالوري، مي مره نفرحوا الدراري ما فيها باس. دونك انا السكر كلاصي تطحن، انا تنحاول نحيد داكشي اللي لاصق في الجناب، زعما نحاول ما نضيعوش. وخا السكر معليش لا ضاع، هذاك هو الوحيد اللي مي هنايا تنحيد باش حتى حاجه ما ضيعت، تبقى في لاغوسيت كلشي. نزيد داك لي نوا لي نوازيت، اكسكوز.
كيفما غنديرو باش يتسطح لنا الوسط فيتاس ناف. باش زوينه هاد الثيرموميكس فيه كل شيء، ما تحتاجيش تبقي تحطي ديري هنا وتحطي وتغسلي وديري، دونك فيه كل شيء، الطحن فيه يرو يميكسي يدير كل شيء فيه. ديرو هنايا الشكلاط شكولا نوار، دونك هادشي هاد شوكولا نوار وداكشي تيبقى حسب لوكو. بحال دابا لي نوازيت ما عندكمش لي نوازيت، ممكن لكم ديروا اللوز، تخلطوا لوز كركاع حتى هو تيجي زوين، اللوز والكركاع تيجي زوين هائل. انا كان عندي غير لي نوازيت ودرتها كامله نوازيت، مي حتى هي جات بنينه. دونك انا درت الشكلاط هو باش يتطحن مع لي نوازيت. دونك هو تطحن، كنايا نديرو الزبدة سبعين غرام ديال الزبده، تكون بحال ربط المطبخ، سينو سي با غاف لان غنديرو باش يدوب الشكلاط، سي با غاف زعما ما كانش بحال ربط المطبخ سي با غاف، غير حطوهم دي مورسو. هنايا غنديرو الحليب 100 غرام الحليب، دونك هاد لاخوسات هادي خصها ضروري الشكلاط يبقى في الثلاجه على ود فيه الحليب. ما كاين واحد لاغوسيط اخرى في كوكيدو اللي ما فيهاش الحليب اللي يمكن كيتخليه برا. دونك هنايا راه شفتو لا تمبيراتور 50 دوغري و 3 مينوت و فيتاس 2. هنايا نهضر ليكم على ديك لا ميساجور جديده. دونك باغ اكزومبل كنتي دايره اون غوسيت اللي دايراها وبغيتي بحال دابا حطيتي شي حاجه في الفران ولا المهم بغيتي ديري مينوتري، دونك يمكن لك ديري المينوتري في تيرموميكس وغتصوني لك فاش تدوز غيصوني لك. دونك هنايا انا درت باغ اكزومبل درت لو طون وخليته ومن طون تندير لاغوسيط ديالي تنكملها. دابا عندك تديري جوج حوايج، اما شي حاجه في الفران ولا شي حاجه، دونك عندك تكملي لاغوسيط ديالك ومن طون تديري لا مينوتري باش تفكرك. اللي ما عندهمش لا مينوتري في الفران، هنايا عاوتاني كاينين ديك لوبسيون جديده اللي في لا ميزاجور هي هاشي. دونك هنايا تتشوفوا كل حاجه ديري لها، كاين البصله كاين الثومه كاين الربيع.
دونك سا ديبون ديال شاك انغريديون فيه كيفاش ديري. وديجا عندكم كلكم تمشيو الانستغرام ديالي وديجا درت دي تيست و فريمون سا مارش تري 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 بيان. سي سهل علينا بزاف الحوايج قاش دي فوا ما نعرفوش كيفاش اين فيتاس لا بغينا نطحنوا شي حاجه ولا نقرطوها ولا ناشي ولا شي حاجه ما نعرفوش شنو كان فيتاس و لو طون. دونك هذا تيسهل تتشوازي ديريك لانغريديون اللي عندك وهو تيقول لك شحال خصو. دونك انا الوقت ديالنا ديال دابين باش يدوب الشكلاط دونك هيا فيت في ان 3 مينوت. دونك انايا شت باقي خصو شي شويه نزيدو واحد شويه باش يتطحن داكشي مزيان. لقيت باقي شي شويه دونك درت فيتاس 9 باش يتعاود يتطحن ليا. دونك بحال دابا شي دي فوا لا روسيت ما تتكونش لو طون ديالها كافي باش يتطحن. ممكن كي ديري غير ترجعي ديري بريسيدون وتعاودي تعاودي نفس ليطاب. دونك هنايا حاولت نطحنو باش يبقى داكشي كله متجانس ما تبقاش ديك الفريتات الصغار. دونك ها هو لا بات ديالنا صبحات جاهزه. جات بنينه بنينه فريمون بنينه. نتوما عندكم كاع البلوز ولا الكركاع زيدوا فيها تجي بنينه. دوك هنايا نحاول نحطها في البلاصه اللي غنحطها في خريعه اللي عندكم صغيره اللي غتحط في الثلاجه. نورمالمون هو راه تيكون داهي بغي انا نمشي درت شي حاجه وحده اخرى خليت شي شويه حتى تجم حتى ولا تيقصح. دونك ها هي ديالنا جبتنا قريعه مويان قريعه مويان. دونك هنايا قالك او موان 2 اور في الثلاجه افون باش قبل ما نستعملوها. ولا لا بات ديالنا بصحة والراحة. وما تنسوش تكتبوا في لي كومونتير الا جربتوها وكيفاش جاتكم. وتنشكركم بزاف على التتبع ديالكم وعلى التشجيع ديالكم فريمون تحمسوني نزيد القدام وشكرا بزاف. والى فيديو اخر ان شاء الله.